اهلا بحضراتكم من جديد. هنبتدي دي فقرتنا اللي هتكون مليانه كلام عن الاولمبيات القادمه. في البدايه برحب بضيفي المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وايضا امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا، اهلا بيك، منور قناه النادي الاهلي، ويعني نبقى سعداء لو حضرتك تنورنا. الله يخليك، شكرا. معانا طبعا الاستاذ محمد جاد، مدير التسويق في الاتحاد المصري للخماسي الحديث، واحد الناس اللي ليها فكر اقتصادي كويس جدا جدا عن الرياضه. هيكون لنا معانا كلام، بس في البدايه بنرحب بيك. اهلا وسهلا، زي حضرتك، منور حضرتك قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا فندم، وانا كمان لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله. باشمهندس شريف، ابتدي مع حضرتك طبعا البدايه، وهي اللي عايز الناس كله تعرفه. احنا خلاص ان شاء الله الشهر الجاي لجنه الاولمبيه هتسافر، او البعثه الاولمبيه هتسافر. البعثه هتسافر امتى؟ الافواج شكلهم ايه؟ يعني ادينا كده صوره من بعيد ل بعتتنا. تمام. طبعا هي اولمبياد طوكيو القادمه دي اولمبياد استثنائيه بكل المقاييس، مع اللي بيحصل في كوفيد و يعني كلها اجراءات جديده على العالم كله. 206 دوله لغايه النهارده تغييرات بتحصل في القواعد والروز، مش زي اي اولمبياد بطريقتها المعتاده. حتى اللجنه المنظمه في طوكيو يعني في تخبط كتير في ايه اللي هيتم، طب لو حصل كده هيعمل ايه، وهكذا. فكلنا يعني مستحملين الحقيقه ان احنا عايزين نعدي الاولمبياد باي شكل او باخر، ما ينفعش خلاص يبقى في تاجيل تاني. وخلاص احنا في المراحل الاخيره دلوقتي، الاولمبياد لابد ان تقام، عشان يعني الاولمبياد ده حدث كبير، ما ينفعش ان هو ما يبقاش موجود. تمام. وناس كتير اتمرنت، واجيال يعني هتقف لو الرياضه وقفت بهذا الشكل. فبالتالي مهم جدا كلنا بنسعى ان الاولمبياد تقام تحت اي ظرف من الظروف، ومش مهم الارقام تتكسر او ما تتكسرش، المهم انها تقام، واللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، ونكمل مشوار الرياضه في العالم بشكل قوي. الافواج المره دي هتبقى متقطعه بشكل كبير جدا غير قبل كده. قبل كده كان بنسافر على فوج او فوجين ونرجع على فوج او فوجين، ده كان الامر الطبيعي. دلوقتي لا، دلوقتي اللجنه المنظمه في اليابان مع اللجنه الاولمبيه الدوليه حطوا شويه رولز جديده، ان مفيش حد يروح غير قبل اللعب بتاعه بخمس ايام، ويغادر بعد خسارته او خروجه من اي دور من الادوار ب 48 ساعه. في استثناء للدول اللي هي فرق التوقيت بينها وبين طوكيو اكتر من ست ساعات او اكتر، احنا واحده منهم، احنا فرق 7 ساعات، انها تاخد من حقها تاخد يوم اضافي، واحنا في يوم اساسا بيضيع في الطيران. صحيح. فاحنا بعثتنا تقريبا مسافره قبلها بسبع او ست ايام، كل لعبة مختلفة عن الثانية، إنما متقطعين بشكل كبير جدا، والرجوع أيضا متقطع بشكل كبير. صحيح، ودي أكيد هنتكلم فيها في التفاصيل، بس برضو أجي لك يا أستاذ محمد. يمكن التسويق الرياضي بالذات في الألعاب اللي غير كرة القدم بيقابلوا صعوبات كتيرة. شايف كورونا أثرت على الموضوع ده ولا لأ؟ هي كورونا أثرت طبعا مش في مصر بس، هي أثرت في العالم طبعا كله. تمام، بس الحمد لله الحمد لله، ونمسك الخشب، ما أثرتش في الاتحاد الخماسي. فعلا. يعني لا، انا عايز اعرف يعني في هقول لحضرتك عشان نبص، هو مش عشان قاعد قدامي وعشان الكلمتين اللي احنا قدام، بس هو مهندس شريف فعلا بيتحرك باستراتيجي منظم. صح. جدا. صح. حتى يعني كان بعد الاولمبيكس لما كنا بنتكلم، طب انت هيبقى عندك صعوبه في اختيار مين اللي هيتاهل وبتاع، رد بمنتهى السهوله قال ايه، احنا يا جماعه شغالين بسيستم بقالنا 4 سنين، بتحترموا ولادنا تمام، وعارفين الرانكينج بتاعنا ايه، وكل واحد عارف نقطه ايه. يعني مجرد ما الموضوع خلص كل واحد عارف مين يتاهل ومين ما يتاهلش من نفسه، مش شرط يرجع لي ويبقى فيه خناقه ويبقى فيه الكلام ده كله. تمام. فالكلام اللي حطه او السيستم اللي محطوط في الاتحاد الخماسي مثلا كنموذج يعني لموضوع التسويق، هو اللي ادرك بيه ازمه الكورونا جوه نموذج من الاتحادات الرياضيه هو الاتحاد الخماسي. وده اللي بان في بطوله العالم اللي فاتت. بالزبط. واللي بان خلال دعم ابطال الخماسي خلال السنه اللي فاتت، سواء كان عن شركات راعيه بشكل شخصي لابطال زي احمد اسامه الجندي، او بشكل كوربريت عن طريق الدوله لابطال زي اسلام حامد وهايدي عادل كنماذج جوه اتحاد الخماسي. طب خليني انا عايز اعرف تفاصيل اكتر، ان حضرتك بتديني اوفر فيو حلو كده، بس احنا عاملين تقرير عن بعثتنا في اللجنه الاولمبيه والارقام اللي حققناها وتاريخنا، يعني حاجه مختصره كده في التقرير ده، نشوف التقرير على حضرتك تاني. نجح مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب في تحطيم الرقم القياسي المسجل لأكبر بعثة مصرية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بعدما استطاع لاعبو مصر في مختلف اللعبات التأهل ب 136 لاعبا، منهم 50 فتاة، بالإضافة إلى 12 لاعبا احتياطيا.
وتأهل الفراعنة في 23 من أصل 33 رياضة تمارس داخل أجندة الألعاب الأولمبية، وهو رقم مميز للغاية للبعثة المصرية لتصبح مصر أول بلد عربي وإفريقي يشارك بهذا العدد من الرياضات في دورة أولمبية واحدة عبر التاريخ. ولم تتأهل المنتخبات الوطنية في 6 ألعاب فقط، ويأمل مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية في محاولة معادلة الرقم القياسي في حصد الميداليات للبعثات المصرية المشاركة في الأولمبياد، وهو تحقيق 5 ميداليات والتي تحققت في 3 مناسبات، هي أولمبياد برلين 1936 ولندن 1948 وأثينا 2004. وسيكون ضمن البعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد المقبلة عدد كبير من أبناء الأهلي سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية. أهلا بحضراتكم. لما مصر تنجح في التأهل في 23 لعبة من أصل 29 لعبة موجودين في مصر، يعني الأولمبياد فيها 33 لعبة أو الألعاب الأولمبية 33، لما يبقى عندنا 29 منهم في مصر وننجح في التأهل في 23، ده إنجاز كبير جدا. بس أرجع لضيفي يعني أستاذ محمد، هسألك سؤال صريح والمهندس شريف قاعد، هل التسويق اللي عملناه كمثال للاتحاد المصري الخماسي الحديث غطى الاستراتيجيات اللي حطها المهندس شريف في مجلس ادارته ولا لا؟ بص عشان نتكلم بمنتهى الصراحه، مفيش تسويق في مصر لا دلوقتي ولا قبل كده ولا قدامنا لسه 10 سنين هيغطي 50% من الاستراتيجي ممكن تتحط لاي حد فاهم من المنظومه. ماكسيمم بيجيب 20%. حلو. او 25%، ده لو انت عندك شركتين ثلاثه كبار مالتي ناشونال مثلا مستوعبين للفكره بتاعه دعم ابطال الالعاب. بالظبط كده. تمام. بس الجزء الاكبر طبعا بيبقى من خلال الدوله والانشطه الانترنال الداخليه للاتحاد. طب والسبونسر بيبقى يا دوبك من 20 ل 25%. لا انا عايز بقى اعرف بالتفاصيل من حضرتك، انت غطيت كام في الميه؟ بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل كلامنا مع ضيوفي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بكمل حواري طبعا مع المهندس شريف العريان وايضا الاستاذ محمد جاد. باشمهندس شريف، يمكن اجري حضرتك كنا بنتكلم في الفاصل ان حضرتك عندك حلم انه يبقى في اكتفاء ذاتي ماديا، وان حضرتك ما تحتاجش تمويل من الدوله. الحلم ده شايفه قابل يعني للتنفيذ في مصر ولا لا؟ اي حاجه قابله للتنفيذ خلاص، عايزه اجتهاد، عايزه شغل، مش هتيجي في بين يوم وليله، ده اكيد. صحيح. يعني خلاص، فاحنا كل سنه بنعلي الاداء بتاعنا، يعني الاكتفاء الذاتي بتاعنا بيزيد شويه خلاص، انما لغايه حاليا لا طبعا، اكتر من 50% من احتياجات الاتحاد بالكامل خلاص الدوله هي اللي بتوفرها. فالدوله صحيح. هي الداعم الاول لرياضه الخماسي ولجميع الرياضات الحقيقه. صحيح. بلا استثناء يمكن الكوره هو الوحيد اللي يعني مش محتاج قوي خلاص، انما كل الرياضات الاخرى لا، الدوله طبعا المؤسسه الشباب في وزاره الشباب والرياضه طبعا هي الداعم الاول، بلا ما حدش يقدر ينكر هذا الكلام على الاطلاق، ولا نقدر نسرفايف حتى من غيرها. ان انا بنجتهد، ان انا كنت احتياجي من الدوله 90% في 100% في وقت الاوقات بقى 90 بقى 80 بقى 70 وهكذا. خلاص، انما انا حلمي ان الرياضه خلاص الرياضه الاولمبيه تبقى عندها اكتفاء ذاتي. كان عندنا مشكله ان ما فيش قانون، دلوقتي بقى في قانون 71 سنه 2017 يتيح الاستثمار الرياضي. صحيح. لاي حد، فكل الناس اللي بقى اللي عايزه تخش اتحادات واحنا داخلين على انتخابات اهو خلاص، لازم عندها فكر استثماري وفكر اقتصادي هتدير ازاي. خلاص، هو ده الاهم، اهم من الفكر الفني. خلاص، احنا كلنا دخلنا الاتحاد في الاول ان عندنا يعني فكر فني عايزين ننفذه ونعمله، عندنا حلم. طب جميل قوي، طب ده التمويل بتاعه هيجي منين؟ برافو عليك، ده الاول. لازم يبقى في فكر اقتصادي مع الفني عشان تقدر تنفذ الفني، من غير اقتصادي مفيش حاجه، مش هتقدر تعمل حاجه. طبعا. طب قول لي يعني، يمكن حتى قانون تعديلات الرياضه اللي احنا سامعين عليها هيدي فلكسبيليتي اكتر، هيبقى في مرونه اكتر في موضوع الاستثمار، شايف الكلام ده حقيقه يا باشمهندس ولا لا؟ يعني هيبقى في مرونه اكتر في موضوع الشركات، انشاء شركات استثمار رياضي. حضرتك انا هديك ازاي، احنا القانون طلع امتى؟ 2017؟ من 2017 لغايه 4 سنين مين عمل حاجه؟ باستثناء النادي الاهلي الحقيقه والتجربه الفريده بتاعته، ويعني واحد او اثنين. فين؟ صحيح. يا جماعه لازم الناس تبدا تنطلق في ده، ويبقى كل مؤسسه دوله بتساعد انهم ينجحوا. لما انا هيبقى عندي دخل اضافي هقلل من العبء على الدوله. صحيح. خلاص، فده وضع طبيعي، وهقدر كمان احلامي تكبر، بدل ما انا بعمل بادجت على مثلا 10 مليون هعمله على 15 هعمله 17 حسب ما انا هقدر اجيب تمويلات شكلها ايه لاتحادي او لعبتي.
تفكير سليم يا باشمهندس. وخليني برضو ارجع لحته مهمه وهي بعثه مصر الاولمبيه. الناس بتقول في طوكيو مفيش طبعا حته فنيه شويه، مفيش بابل، الكلام ده مظبوط يا باشمهندس ولا لا؟ السيستم في سيستم وقائي شرس خلاص، انما ما اقدرش انا اسميه بابل زي ما زي بابل ده اختراع مصري. تمام. البابل لما مصر عملته ابتداء من بطوله العالم لليد، كره اليد، حضرتك كل بني ادم موجود في البطوله حتى الكاميرا مان، الموظفين، الطهاة، السواقين، العمال النظافه، كلهم داخل بابل، يعني في مكان واحد قاعدين ما بيشوفش اهله حتى. صحيح. خلاص لغايه ما البطوله تنتهي. صحيح. بي سي ارز بتتعامل بشكل منظم، دوري واكل شارب نايم في حته مغلقه مقفول عليك. صحيح. تمام. حتى الفولنتيرز الكلام ده مش موجود في طوكيو. لا مش موجود في طوكيو خلاص. في سيستم معمول، سيستم وقائي جامد جدا خلاص، انما مقسمين حتى الدول الى مجموعات خلاص. يعني السيستم الوقائي اللي معمول على جروب A غير جروب B غير جروب C. احنا سمعنا ان مصر محطوطه كليفل 2 في، احنا محطوطين في جروب B، معانا بنجلاديش، معانا انجلترا. تمام. احنا خمس ست دول في جروب B الحقيقه. ده تصنيف من ناحيه الوبائي، من ناحيه الكوفيد 19، من ناحيه لجنه منظمه لليابان. شايفه الدول المفروض تتحط كتصنيف شكله ايه؟ ده معناه ايه بالنسبه لنا؟ معناه ان احنا ثلاث ايام قبل السفر الى اليابان لازم يكون عاملين لكل بني ادم مسافر بي سي ار كل يوم وطالع نيجاتيف. كم يوم ورا بعض بقى؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام اللي قبل السفر كل يوم، ثم هتسافر بعد ما هتوصل هناك حضرتك هتروح على القريه الاولمبيه لو انت في القريه الاولمبيه، او على فندق الخارجي لو انت في فندق خارجي هتقعد خلاص. يعني لو قريه اولمبيه انت موجود تخالط فريقك فقط لا غير، هتنزل التمارين ليك مكان مخصوص للتمارين. تمام. انما ما تخالطش فرق اخرى غير لما يعدي ثلاث ايام، وطبعا في بي سي ار كل يوم بيتعمل. تمام. بعد الثلاث ايام تقدر، يعني لو انا عندي مباراه، المشكله اللي احنا حديث الساعه بالزبط. خلاص اوكي، اتحاد الكوره وفريق الكوره اللي عنده ماتش يوم 22. تمام. تمام. وعايز ينتظر المباراه النهائيه بتاعت الاهلي عشان يستدعي اللعيبه، عشان ياخد اللعيبه اللي هو محتاجها. تمام. طيب ده معناه ان الماتش هيقام 17 خلاص، الفريق هيرجع هنا 18، يسافر 18 يوصل هناك 19. طيب الثلاث ايام يعني 19 ل 20 ادي يوم، 20 ل 21 ادي يوم، 21 ل 22 ادي ثلاث ايام، الماتش يوم 22. فاحنا دلوقتي مستنيين الاستثناء من اللجنه من الفيفا مع اللجنه الاولمبيه الدوليه خلاص، ان يتسمح ان الثلاث ايام يتحسبوا 19 20 21 عشان يوم 22 يسمح لنا ان احنا نلعب الماتش. المشكله دي مش موجوده عندنا بس، دي عندنا وعند جنوب افريقيا، ما هي متاهله برضه للاولمبياد. صحيح. تمام. مش احنا لوحدنا. صحيح. يعني احنا الاثنين، حضرتك متخيل فريقين هيلعبوا النهائي الاثنين يتمنوا ان الماتش يا يتبدر يا يترحل لبعد الاولمبياد، يا الفيفا يوافق مع الاي او سي على ان بعد المباراه احنا نسافر ويبقى الثلاث ايام هم دول محسوبين كده. مظبوط. بس حضرتك ماشيين في ثلاث، يعني الاتجاه طبعًا بتاع تبدير المباراه اتحاد الكره خدها. تاني في طرف ثالث في موضوع تبديل المباراه او تاخيرها، في طرف ثالث. مين هو الطرف؟ مش طرف ثالث اللي هو الاتحاد الافريقي، طرف ثالث اللي هو المنظم للبطوله اللي هو المغرب. المغرب. صحيح. تمام. فلو المغرب مش هتقدر تغير خلاص الميعاد لاي سبب، حجز الملاعب واتيفر، خلاص يبقى خلاص، يبقى لازم هيقام في الميعاد المتفق عليه اللي فيه عقد بين الاتحاد الافريقي والمغرب لاقامه هذه المباراه في هذا التوقيت. صحيح. تمام. فانا في تخيلي ان الاتجاه ماشي، لان الناس كلها بتتعاون الحقيقه، فاتحاد الكوره مع اتحاد الفيفا مع اللجنه المنظمه مع اللجنه الاولمبيه المصريه مع الاي او سي، كله بيتعاون ان احنا نحل هذه المشكله. خلاص. فانا اتخيل ان القرار هيطلع بالسماح لمصر وجنوب افريقيا انهم يسافروا بعد المباراه مباشره، يوصلوا يوم 19 وتقام مباراتهم يوم 22 عادي، ويبقى كده اكتفينا بالثلاث ايام اللي موجودين. ده تخيلي اللي هيحصل ان شاء الله. واكيد هنعرف من حضرتك على طول فور التاكد طبعا دلوقتي ان شاء الله. استاذ محمد، يمكن اجي لحضرتك بقى في موضوع التسويق. مفيش تسويق هيقدر يتم ابدا لما يكون عندك اجنده. اجنده بيديها لك الاتحاد، خد يا فندم دي اجندتنا السنه دي، بعد اذنك اشتغل عليها. الكلام ده موجود في الاتحاد الخماسي ولا في متغيرات بتحصل بتخلي الاجنده تتغير من وقت للتاني؟ هو الكلام ده موجود في الاتحاد الخماسي، ونتمنى يكون موجود في الاتحادات كلها، واتمنى يكون موجود على مستوى مصر. يعني هديك اكبر مثال للتالق التسويقي في الميدل ايست هي دبي كالندر. تمام. الامارات. تمام. تمام. فالامارات وبعدين ماشيه على نفس النهج دلوقتي السعوديه. تمام. بالفكر اللي هم بيعملوا بيه التحول الرقمي والثقافي والرياضي والكلام ده كله، بيحطوا كالندر وهيمشوا عليه. تمام. وبيستعينوا، ما هو الحاجه اللي تحزنك ان هم بيستعينوا بايه؟ بالايقونات المصريه.
يعني هم بره الناس كوادر فنانينك ومثقفينك ورياضيينك والكلام ده، هم موجودين في مصر، هم بيستعينوا بيهم عشان يعملوا الثوره التسويقيه ليهم. تمام، فاي حاجه هيبقى لها كالندر تمام هتبقى سهله على التسويقها. بص هقول لك حاجه، النادي الاهلي مدرسه في الحته دي من زمان تمام، وزاد عليها بالهيستوري بتاعت النادي الاهلي بمجالس الادارات وتعاقبها من كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب تمام، بالمنظومه اللي موجوده دلوقتي تسويقيا بمجموعه الشباب، بوجود الشركات التسويقيه للنادي الاهلي، بيحقق الغرض اللي هو تحويل الرياضي او الرياضه لمنتج، وهو ده اللي بتحتاجه الشركات عشان تديك فلوس. صحيح، تديك فلوس على ايه؟ هي الفكره كلها بتنحصر في النقطه دي، انت ازاي تلعب على البيزنس نيدز بتاعت الشركات، الاحتياجات بتاعت الشركات. الشركه عايزه ايه؟ عايزه سبوتات اعلانيه، عايزه اوت دور، عايزه ديستريبيوشن، عايزه لويالتي، ان هي تبقى مربوطه باسم ليه بولاء ووفاء عند مجموعه كبيره من الناس، فتقدر تنشر الحته بتاعت المنتجات بتاعتها. صحيح. او ولاء المنتج ده وربطه بالمستهلك والبطل والنجم والكلام. صحيح. ده كله، فانت كل ده منظومه، هي البيزنس بلان بتاعت المنظومه نفسها بتاعت الشركه. فبتيجي تقول لك انا حاطه مثلا 10 قروش علشان اصرف في الحته دي. فانت في الرياضه زي ما مهان شريف بيقول، لو في كالندر واضحه وصريحه تدخل تقول له انا من العشر قروش بتاعتك دي عايز 3 قروش، الثلاث قروش دول هصرف قرش هنا في شهر في كيو 1 وقرش تاني في كيو 4 وقرش تالت في كيو 3 مثلا تمام، علشان خاطر انا عندي بطوله عالم هنا هيجيها 52 دوله، هيجيها 300 لعيب، هيبقى عندي 50 غرفه محجوزه في 3 ليالي، يعني 150 غرفه ليالي. وصلت للمعادله اللي هي بتاعت ايه؟ الاقتصاد، الرياضه هي احد عوامل دفع عجله الاقتصاد من خلال تسويق وسياحه واعلام. هي الوين وين سيتويشن دي لو ما اتحققتش عمرها ما هتحقق نتيجه في الاخر. بص هقول لك حاجه، بدات المسؤوليه فعليا في الاتحاد الخماسي امتى؟ من 3 سنين. من اول ما سقطت من الاتحاد تاجو. يعني لا يعني انت من بدايه الاتحاد معاهم، يعني انت هقول لك حاجه، انا سبيشال كيس شويه يعني. محمد يعني ابتدى معانا خلاص بطريقه بروفيشنال جدا، بس مش يعني هسميها ازاي، مش موظف الاتحاد بالظبط. خلاص كفولنتير في لجنه تسويقيه احنا عاملينها، خلاص لا يتقاضى اجر. ثم بدا معانا يعني كماسك للديبارتمنت حقيقه من بدايه السنه يعني هو كالمسؤول الاول من انما هو معانا من 3 سنين حقيقه، وبيساعد في موضوع كل حاجه. انا بس حته بس اقولها، اتفضل شمس، ان بما انك انت قلت من اول كابتن صالح سليم، فانت نسيت كابتن عبده صالح الوحش. طبعا. ونسيت كابتن محمود طاهر. محمود التسلسل طبعا. التسلسل كله هو طبعا يعني هو طبعا الميزه في النادي الاهلي ان كله مكمل لبعضه. خلاص ممكن وده اللي احنا بنتمناه في الرياضه، ان ايا كان مين جاي بعد التاني فهو لا بد ان يكمل، ولا يعني مش هدمر او ابدا حاجه من الصفر. طب وليه ارخ نفسي؟ ما هو يعني لو كان بنكمل بعض هنقدر نعمل حاجه يعني تبقى استراتيجي لونج تيرم شويه. واجيال بيسلم جيل، يعني دايما جيل بيسلم جيل. جيل بيسلم جيل، وده حاجه طبيعيه جدا، وكل واحد ليه مده بيقضيها، وفي الاخر هو بالنسبه لنا في الاتحادات هو فولنتير ورك، و اكيد كل واحد موجود بذل اقصى ما عنده، والتاني هيجي هيضيف يكمل بعديه، هيضيف ويكمل ويجود، ومن حقه يغلط، ويعني كل ده ثقافه المفروض تبقى عندنا طبيعيه. طب قول لي يا باشمهندس، عايز اسال حضرتك سؤال برضو مهم جدا. اللجنه الاولمبيه المصريه هي الام تمام، هي زي ما بيقولوا طبعا الظهر والسند لكل الاتحادات تمام. انا كاتحاد لو عندي بلان حاطه ان انا عايز اتاهل الاولمبيات، وطبعا احنا في 6 اتحادات ما تاهلوش، عندنا الكره الطائره ما تاهلش، السله ما تاهلش، الهوكي، وعندنا رفع الاثقال طبعا عشان الايقاف، والجولف والراجبي دول لعبتين جداد لسه مبتدئين فيهم، فطبعا تمام. مش رايحين. انا كاتحاد بعمل بلان عشان الدوره الاولمبيه اللي جايه، مش هتبقى 2024 يعني، الكلام كمان 3 سنين. حضرتك كلجنه اولمبيه بتقعد تناقش الاتحاد في تصوره ده ولا لا؟ احنا عندنا في لجنه، طبعا في لجنه التخطيط والفنيه بتناقش الاتحادات في خططها، بس في فرق كبير قوي بين ان اناقش الاتحاد في خطته واني اتدخل في خطته. لا فهمني الفرق. افرقها، فاهمها. انا اناقش في خطته ان احنا عندنا، احنا كلجنه اولمبيه
الهدف بتاعنا هو ايه؟ الاولمبياد. صحيح. سواء اولمبياد الشباب او اولمبياد الكبار او الدورات المجمعه بميديترينيان، جه بحر ابيض متوسط، تضامن اسلامي، الدورة العاب الافريقيه، كبار شباب، العربيه، وهكذا، الدورات المجمعه. تمام. هي دي مسؤوليتنا. تمام. احنا لينا تارجت في كل دوره من دول. تمام. فلا بد ان يكون هناك توافق مع الاتحادات في التارجت. خلاص التارجت اللي احنا عايزين نوصل له هو اعلى، خلينا ناخد اعلى تارجت اللي هو ايه؟ الدوره الاولمبيه كبار. تمام. تمام. طيب التارجت بتاعنا هنيجي نناقش في الخطه، لو لقينا خطتك غير طموحه للوصول لاي حاجه نقول لك لو سمحت غير، لو سمحت احنا عايزين نساعدك. خلاص. انما انت عايز توصل لايه؟ الخطه دي مش هتوصلك لتاهل اساسا مثلا يعني. لا، انت لازم توصل لتاهل. احنا عملنا ايه الدوره اللي قبليها؟ عايزين نعمل افضل منها. ده طبيعي ان اي واحد بيتقدم مش بيتاخر. صحيح. فلا بد ان نبذل اقصى ما عندنا كلنا عشان نتقدم. نتقدم بقى بان احنا محتاجين معسكرات اكتر، محتاجين بطولات اكتر، محتاجين احتكاك اكتر، محتاجين ادوات مختلفه للعب. ايه اللي احنا محتاجينه ونقف نساعدكم فيه؟ يعني حضرتك لو الاتحاد قدم خطه حضرتك شايفها مش طموحه بتقول لا اتفضل خد خطتك ورجع لي خطه ثانيه طموحه. انما ما لا اتدخل معاه في ايه بقى؟ الديتيلز. اقول له لا، ليه المعسكر في كازاخستان ما تعمله في اوكرانيا احسن؟ وانا مالي؟ مش بتاعتي. هو الاتحاد تم انتخابه، هو اللي بيفهم في هذه اللعبه. هو اللي يحط الطريقه خلاص اللي هيوصل بيها للاهداف اللي احنا بنقول له الاهداف، ونقعد نتناقش فيها ثم نشتغل عليها مع بعض. احنا عامل مساعد فقط لا غير. طب لو فرضا يعني انا بقول لحضرتك ليه دايما، عشان في الناس بتتساءل دايما قبل اللجنه الاولمبيه، ومش عايزين نحمل اللجنه الاولمبيه اكتر من ايه؟ من حمل اكتر من يعني المفروض. تمام. فهو دلوقتي لو حتى اتحاد من الالعاب قدم خطه غير طموحه وحضرتك شفت، وبعد كده رجع وقدم خطه ثانيه وقعدنا نتناقش لغايه ما وصلتوا الخطه اكسبت ليكم وانتوا قلتوا لا تمام دي الدنيا ماشيه. طب لو حصل اي تقصير ما حضرتكم شايفين ما كانش فيه التزام بهذه الخطه، حضرتك تقدر في النص تقول له لا ستوب ليه ما حصلش التزام، ولا ما فيش متابعه؟ لا في متابعه، بس مش ستوب ليه ما حصلش التزام. خلاص. الاتحاد احنا عندنا منظومه في مصر مختلفه شويه. يعني ايه؟ يعني زي ما الاتحاد بيعاني عشان يجيب سبونسرز ويجيب فلوس عشان يعرف يعمل بيها هذه الخطه. صحيح. اللي بياخد فلوسها مش من اللجنه الاولمبيه، من الدوله اغلبها. تمام. اللجنه الاولمبيه ايضا خلاص بتحتاج فلوس من الدوله خلاص عشان تعرف تطلع هذه الدورات. صحيح. طبيعي. اعداد اللاعبين والكلام ده كله اللجان الفنيه في الاتحادات هي المنوطه بيه. تمام. لو الاتحاد ما عرفش يجيب الماليات المطلوبه مش هيعرف يعمل الخطه دي لما يحصل ايه. صحيح. تمام. صحيح. وانا مش جهه ان انا ادي له فلوس. تمام. يعني ده من ناحيه الدعم المادي، ده من ناحيه الناحيه الفنيه. لا لا، الناحيه الفنيه لو حسيت انه معاه وما قداش او خد الدعم الكافي وما حققش النتيجه تاني من الخطه. تاني انا اقول لحضرتك، انا ما اقدرش اجبر الاتحاد خلاص على انه يعمل ايه وما يعملش ايه اطلاقا. خلاص. انما انا املك كلجنه اولمبيه ان انا في هذه الدوره انا اللي بختار مين يطلع ومين ما يطلعش. فلو في اتحاد غير طموح مش هيحقق لي الطموح اللي انا عايزه، انا ممكن اقول والله اللعبه دي مش هلعب بيها. مش هلعب بيها. حتى لو هي مؤهله للاولمبياد، اقول والله اسف انا مش هلعب باللعبه دي، واسبابي 1 2 3 4. المسؤول هو الاتحاد. حتى لو كان هذا اللاعب مؤهل خلاص لاي سبب من الاسباب. انما في الاخر انا برضو من الناس اللي فكرها ان كل من يتاهل للاولمبياد لابد ان يلعب الاولمبياد. صحيح. الاولمبياد مش الميداليه. حضرتك بتتكلم على 100 مليون بني ادم في العالم اللي فيه 7 مليار بيتنافسوا في 4 سنين عشان يوصلوا انه يبقوا ضمن 10,900 لاعب ولاعيبه هيلعبوا في ال 33 لعبه دول. صحيح. تمام. فاللي هيوصلوا وربنا هيكرمهم ويقدروا يوصلوا هم افضل ناس، صفوه العالم، صفوه ال 7 مليار. صحيح. فدول فخر لاي بلد. فما ينفعش ان انا اقول والله اصل هيطلع الاخير. طب ما هيطلع الاخير. هيطلع الاخير. سوري. ما هو اكيد ال 10,900 دول فيهم 1000 واحد هيكسبوا و10,000 مش هيكسبوا حاجه حضرتك، وفيهم ناس هتطلع الاخير، انما الاخير ده بطل. صحيح. ده بطل بكل المقاييس. صحيح. عندنا كلام كتير يا باشمهندس، وما شاء الله حضرتك يعني ما شاء الله عندك رد جاهز. بس خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن اللجنه الاولمبيه المصريه واستعدادات الاتحادات للمشاركه في اللجنه الاولمبيه او الدوره الاولمبيه القادمه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ محمد اجي لحضرتك. طبعا احنا عندنا 4 لاعبين، هتكلم بقى في الخماسي الحديث، احنا واخدينه مثال عشان حتى اللي بيسمعونا اخواتنا اللي بيسمعونا في التحديات الثانيه لازم يعني تبقى الدنيا تتعمم، او يبقى الفكره اللي عندك دي تتعمم مع الكل. احنا تاهلنا باربع لاعبين كوتك كبير ماكسيمم. لا 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 لا، احنا تاهلنا حضرتك سته، 4 لاعبين وثلاث 4 اولاد وثلاث بنات، يعني 7. يعني 7 تأهلوا تأهيل مباشر، يعني ما فيهوش نقاش. طيب. سواء من هايدا عادل واميره انديل وسلمى ايمن عبد المقصود. يعني سلمى مش احتياطي. ما هو انت من حقك كدوله تلعب باثنين بس.
يعني فلازم انت كدوله تختار مين اللي هتلعب بيهم ومين هيبقى الاحتياطي في حاله اصابه حد ينزل يلعب على طول. تمام، يبقى عندنا دول الثلاثه. طب الولاد كان احمد الجندي، الولاد احمد الجندي واحمد اشرف هم من تم اختيارهم من ناحيتنا. تمام. اللي خلصوا رابع وخامس العالم في الفردي في البطوله اللي فاتت، ثم اسلام حامد اللي احنا اخترناه احتياطي خلاص، والشيف نظير خرج الاحتياطي حتى الاحتياطي دلوقتي يعني دول يبقى ثلاثه اربعه مؤهلين، يبقى ثلاثه بنات اللي هم اثنين اساسي واحد احتياطي واثنين ولاد برضو نفس احتياطي، واحد احتياطي واساسي. الاحتياطي هيسافر؟ لا، الاحتياطي في الخماسي لا يسافر. الاحتياطي في بعض الالعاب يعني كره القدم ليك 18 لاعب واربعه احتياطي، تنس الطاوله في الفرق ليك ثلاثه واحد احتياطي، الاتحاد ده بيسافر. السلاح نفس الشيء، في العاب الفروسيه نفس الشيء، يعني الرابع بيسافر. بس في الخماسي مش هيسافر. الخماسي لا، مش الاحتياطي ده موجود احتياطي الى يوم السفر، وانس انهم سافروا خلاص. حتى اتصاب هناك ما اقدرش اعمله ريبليس؟ لا خلاص، ده 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 نظام. طب انت يعني كتسويق، انت عندك اسامي اللعيبه خلاص، الاتحاد اختار اللعيبه والاحتياطي وكل ده، تستغل ده ازاي؟ بص، هي مش انت تستغل ده ازاي، هو دي فتره حصاد للسبونسر اللي هو دفع اصلا من سنه. برافو عليك. يعني هي دي الفتره دي اللي انت بتدي فيها السبونسر حقه بزياده. تمام. علشان لما الولاد دي يجوا يحققوا نتيجه، تمام، يقدر يكمل معاهم بضعف الرقم. يعني حضرتك بدات مع اللعيبه دول واللعيبات دول؟ الاتحاد بدا مع اللعيبه دي. وانا بدات مع حد منهم جوه المنظومه. تمام كده. بس اللي هي عامله زي بالظبط البيت او الهرم، لما انت بتيجي تبني تحط طوبه وبعدين طوبه وبعدين طوبه وبعدين تطلع فوق. لو جت عاصفه جامده جدا وشالت الكلام ده كانك ما عملتش اي حاجه. لو وقفت ضد العاصفه ديت وتحملت وكملت البنى هيطلع الهرم مدرج في الاخر وهتوصل للنتيجه. احنا عايزين نوصل للنتيجه ان هي تبقى وين وين سيتويشن. هي دلوقتي فتره الحصاد. الولاد احنا عملنا ما يمكن عمله 70 80 مش هقول لك 100%. يعني انت قصدك ده حصاد مش شغل لسه دلوقتي. ده حصاد للسبونسر. طيب. هقول لحضرتك، السبونسر اكيد دلوقتي مبسوط ان لعيبته اللي رعاهم وصلوا. طيب هل حضرتك عامل مع الشركات دي ان لو حد يا رب ان شاء الله وكلنا ثقه يعني باذن الله خد منهم ميداليه اولمبيه، هل ده هيعود بالنفع على السبونسر في ايه؟ على السبونسر؟ ما لا هيعود هنا بقى، هيعود على اللعيب. فالسبونسر يستفيد اكسترا، يعني عقود بعض اللعيبه محطوط ان في مكافاه اولمبيكس. حلو. تمام. مع مكافاه الاولمبيكس انت بتاخد الكلام ده وتشتغل عليه، سواء كان سوشيال ميديا او اوت دور او حسب الكامبين اللي محطوطه او الكونتراكت رولز بتاعته بتقول ايه. تمام. فالسبونسر مستفيد من اللعيب لحد 31/12/2021. وحصول اللاعب على الميداليه الاولمبيه ده اكيد برضه بيعود على اللاعب زي ما قلت لحضرتك بالنفع، ان اكيد السبونسر بيزود دعمه ليه. حد حضرتك مثال صغير ليه علاقه بالكوره، النادي الاهلي. الناس بتفهمه. تمام. وبعدين اللعيب الاولمبي وبعدين اللعيب بطل العالم. تمام. النادي الاهلي هو كيان وكبير وكل حقه معروف على مستوى القاره. بس امتى النادي الاهلي اتعرف النادي الاهلي عالميا؟ عالم الانديه. بس لما وقف على اي البوديوم بتاع ايه؟ بطوله العالم الانديه. تمام. نفس الكلام، اسهل واوفر طريقه توصل بيها انك توصل مسج للعالم اجمع انا مصر، وقفوا على بوديوم بطوله عالم او بطوله اولمبيكس. خلصت. دي اوفر طريقه، دي الطريقه السمارت. يعني لو انا هصرف 100 مليون دولار، لو الدولة المصرية هتصرف 100 مليون دولار عشان توصل مسج للعالم كله ليه علاقة بالاقتصاد، بالسلام، موضوع سد النهضة. الرياضة هي القوة النعمة. البوابة الحقيقية لقياس التحضر لأي دولة، وهي النافذة لأي رسالة عالمية موفرة. يعني المليون دولار اللي هتصرفه على لعيب خلال يعني 15 مليون جنيه مثلا، هديك ده اقصى رقم ممكن تعمل منه بطل اولمبي. انا بديك ده المثال اللي بيتعمل منه البطل الاولمبي العالمي. حلو. تمام. في انجلترا، في هولندا، في امريكا يعني. تمام. هيعادل 100 مليون دولار تصرفهم في ميديا خارجيه عشان توصل مسج للعالم وتقول لهم ده علم مصر لونه احمر ابيض اسود في النسر في النص. عملت دعايه لو عملتها بادروايز هتدفع مئات الملايين من الدولارات. طب خلينا نروح للبشمهندس شريف، يعني برضو احنا اتكلمنا عن الفلوس والدعم وما شاء الله، يعني استاذ محمد يعني راجل داخل جدا في القصه دي. من وجهه نظر حضرتك لو بتكلم على الالعاب الفرديه مش الجماعيه، حضرتك عايز بادجت قد ايه على اللاعب من دوره اولمبيه لدوره اولمبيه عشان تصنع لعيب اولمبي ياخد ميداليه؟ طبعا في فورمولاز عالميه معروفه، بس انا قبل ما هرد على السؤال
اللي معروض قدام حضراتكم في الشاشه دي، ده بطوله العالم المقامه في مصر، دي ملاعب مصر. صحيح. يعني حضرتك الشكل ده اللي بيشوفه مش واخد باله ممكن يفتكره في اي حته في الدنيا. صحيح. خلاص، لا دي مصر، ده هي استاد القاهره حضرتك، دي ملاعب هيئه استاد القاهره ما شاء الله. تمام. فاحنا بنتكلم في عندنا افضل فاسيلتيز في العالم الحقيقه. صحيح. خلاص للعبتنا على الاقل، وفي العاب كتير الحقيقه، عندنا افضل تكنولوجيا، عندنا افضل مان باور بيأدي في البطولات، عندنا شكل حضاري رائع. خلاص. حكام على اعلى مستوى، فولنتيرز. مش عايز اقول لك الفولنتيرز في مصر يعني بيحكوا بيهم. خلاص الدول بتبقى اول حاجه بتشكرنا عليها هي الفولنتيرز اللي موجوده، والتعامل اللي بيكون مع الناس. اول مره اشوف حجم السبونسرز ده كلها الموجوده، كانت معروضه من شويه سبونسرز كبيره جدا موجوده طبعا في الرياضه زي الخماسي. واكسبوجر كبير، السبونسرز دول خدوا اكسبوجر وخدوا يعني ما يعادل الارقام اللي هي ادينا لهم من تغطيه اعلاميه مميزه. خلاص بالشكل الكبير. طب انت اصلا استضفت دي ازاي يا باشمهندس؟ يعني انا سمعت ان كان فيها حوارات وقصص. ازاي جت مصر؟ لا احكي لي على القصه دي. حضرتك احنا بنسعى كاتحاد ان احنا نجيب اكبر عدد من البطولات الكبرى لمصر، لان دي في الاخر بعرف اسوقها واعرف اجيب منها فلوس زياده عن التنظيم عشان اعرف اصرف بيها على بقيه منتخباتي واحتياجات منتخباتي وهكذا. لا تعالى بقى ثانيه واحده يا باشمهندس. لا ما تنطليش كده. انت بتقول ده انا باخد احداث كبيره. أيوة. عشان اطلع كسبان منها. مظبوط. انا اول مره اسمع. مظبوط. معلش يا باشمهندس. انا اول مره اسمع الفكر ده. بالشكل ده. انا عايز بطولات عالميه، مش بس ان انا عايز بطوله، لا. انا جايبها عشان اكسب منها. مظبوط طبعا. وده اللي حضرتك طبقته. طب ازاي خدت البطوله بقى مصر؟ لا ده دي الرساله. انا اسف دول قطع كلامك. ما هو شريف لما بيجي يكلمنا، انا لو مش هكسب البطوله دي مش هعملها. انتوا فاهمين ده اول ميتنج في جزء فني يعني. في اهميه فنيه لوجود البطوله عندي عشان اللعيب يلعب على ارضه وعلى الملاعب اللي هو عارفها والكلام ده كله. يعني هديك مثال ظريف. احنا لعيبتنا تميزوا خلاص وعملوا يعني طفره فظيعه. خلاص لو انت متابع كانت البطوله دي في اخر لعبه اللي هي جري والرمايه، اللي جه احمد الجندي واحمد اشرف من المركز العاشر وال15 والثالث والرابع. تمام. تمام. حلو. تمام. طب حضرتك تعرف الفنيات اللي ورا الكلام ده ايه بالنسبه لنا احنا؟ لا ما تقول لي. حضرتك احنا حطينا في ملعب الفروسيه ده 730 طن رمله. 730 طن رمله. رمل. خلاص لتظبيط هذا الملعب حضرتك لما تجري في رمل غير لما تجري في ايه؟ على نجيله غير لما تجري في ترتان. خلاص فلما نحط هذا احنا لعبتنا الجري بتاعها كروس كانتري. كروس كانتري يعني الارضيه ممكن تبقى رمله، ممكن تبقى ترتان، نجيلة. ممكن تبقى نجيله، ممكن تبقى اي حاجه. نعم. تمام. لما نعود لعبتنا خلاص اللي جامدين في الجري ونصعب كرسي الجري وده حقنا خلاص عشان لعبتنا تاخد ميزه. تمام. طب ما ده اهو ده جزء فني بحت. خلاص فاللعيب الثاني يفيص. جبت لعيبك من المركز 15 جبته للتالت. تمام بالظبط. تم بستفيد بميزه موجوده عندي. خلاص لما يبقى عندي انا مشكله في لعيبتي ضعيفه في الجري. زمان احنا على ايامنا كنا احنا جيل ضعيف في الجري. فكان الاتحاد لما ينظم بطوله يعمل كورس جري سهل جدا. ستريت ما فيهوش مطالع منازل، ما فيهوش اي حاجه عشان الجاب يقل بيني وبين الاجنبي اللي بيكسبني. تمام. ففي فنيات كتير. الحته الماليه زي ما حضرتك قلت، لا مهم طبعا ان احنا كسبت البطوله دي يا نبقى طالعين كسبانين. احنا لسه بنقفل الميزانيه بتاعتها على فكره. لسه بس لا بالشكل يعني كده. انا هقول لحضرتك يعني شايف سبونسرز ما شاء الله كتير، وشايف البطوله الاتحاد الدولي يملك 10 بطولات كبرى. احنا كان كل سنه من 2014 خلاص، وكانت ده الصعوبه الكبرى بعد ثورتين ازاي تقنع الاتحاد الدولي ان احنا يرضى يرسي بطوله على مصر ونرجع نعمل بطولات هنا. اصعب سنه كانت 14 و15 خلاص، ان الدول كان لسه ايه يقول لك لا ده مصر مش امنه، ده ما فيش. احنا بقى قدرنا ان احنا يعني نكسر الحته دي من اول يوم، ويعني فيها قصص تتحكي في ازاي قدرنا نعمل الكلام ده. انما بعد كده بقى في ثقه، بقى الاجانب رجع الله ايه يا جماعه اللي بيذيع في الميديا ده. صحيح. ده مصر هنا رحناها وجيناها والامن والامان وكل حاجه. صحيح. تمام التمام. خلاص لان الميديا برضو بتبقى موجهه في دول كتير الحقيقه. طبعا طبعا. فده بتبين للدنيا ان احنا لا احنا بلد كويسه جدا. خلي بال حضرتك انت الاتحاد الوحيد اللي نجحت في 2021 تنظم بطوله العالم للكبار وللصغاري. صح انا غلطان؟ لا ده احنا عندنا كمان لسه واحده جايه واحده ثالثه كمان. احنا بس ده كانت بالصدفه. بالصدفه بمعنى ايه؟ ان احنا كان راسي علينا حضرتك في 2019 بطوله العالم للشباب. تمام. تحت 19 و17 سنه هتقام في الاسكندريه. تمام. الكوفيد 19 لما وقف كل وكان راسي علينا في 2020 بطوله العالم للناشئين تحت 21 سنه. تمام. بطوله العالم للكبار دي كانت راسي على دوله بيلاروسيا. البيدنج بيتعمل قبلها بثلاث سنين وكل حاجه راسيه معروفه كالندر واضح. تمام تمام. اللي حصل ان جت السنه اللي فاتت
تمام اعتذر. غير كوفيد 19 قامت زي كده ثوره صغيره كده في بيلاروسيا خلاص. وطبعا يعني حصل مش هاخد في البوليتكس بتاعتها يعني في حاجه حصلت فرئيس الاتحاد الدولي لا كلمنا خلاص. وكان في زعل من الوسط الرياضي او اللجنه الاولمبيه الدوليه كمان في من دوله بيلاروسيا وتعاملها مع نقول الشعب والرياضيين والكلام ده كله. فرئيس الاتحاد الدولي الحقيقه كلمني وقتها وقال يا جماعه في قلق، لو القلق ده لسه موجود لسه بطوله قدامها سنه خلاص انا اخاف ان القلق ده يفضل موجود لسه ما يتحلش. لو ده موجود واضطرينا نسحب البطوله من بيلاروسيا هل مصر ممكن تبقى بلان بي؟ طب اشمعنى اختار حضرتك واختار مصر؟ اكيد كان في مقدمات اكيد طبعا أكيد في مقدمات ان احنا بننظم بطولات على اعلى مستوى، ان احنا قادرين في شورت تيرم ان احنا نبقى جاهزين غير الدول الثانيه بتحتاج تجهيزات اكتر وموافقات اكتر تمام. فلما قال الكلام ده فعلا تواصلنا فورا مع اللجنه الاولمبيه المصريه ومع وزاره الشباب والرياضه خلاص، وخدنا الموافقات المطلوبه ان احنا نكون جاهزين. لما جت بقى قبل البطوله بثلاث شهور والاتحاد الدولي راح ساحب البطوله من بيلاروسيا كنا جاهزين، كنا جاهزين. وكان اتعمل ايه؟ ما هو المسحه برضه مش هيدهاني كده لا، هيعرضها على العالم كله. في يا جماعه بطوله كمان ثلاث اشهر في حد يقدر ينظم؟ كل الدول قالت ما نقدرش، راح مرسيها على عشان يرسيها كمان اضطر انه يعمل مكتب تنفيذي طارئ ويصوتوا باجمالي المكتب 17 واحد بيصوت لصالح مصر، لان في بند في اللوائح بتاعه الاتحاد الدولي تمنع ان دوله تنظم اكتر من بطوله عالم في مرحله مختلفه في نفس السنه. صحيح. فاحنا اوريدي واخدين دي سنه استثنائيه، دي سنه استثنائيه طبعا، بس احنا كنا واخدين الشباب اترحلت من بقت في السنه دي من 20 الى 21 واحنا اوريدي كان عندنا 21 موجوده فيها الناشئين، فعندنا بطولتين وبعدين كمان هتاخد الكبار يعني مصر. انا اتحدى ان يكون في اي دوله في العالم في اي لعبه خلاص اوكي نظمت جميع بطولات العالم جميع المراحل السنيه في نفس السنه في دوله واحده. لا ده انا عايز اعرف بقى ده حصل عندنا هنا. انا عايز اعرف بقى كمان ده انجاز كبير وانا بهنيك عليه يا باشمهندس، وده مش غريب على حضرتك، حضرتك يعني كفاءه اداريه كبيره جدا وحاجه تشرف مصر، بس عايز اعرف تفاصيل بقى لما خدت البطولات دي واتحطت في الكالندر عندك نشوف بقى التسويق عمل فيهم وسوقهم ازاي. بس ده بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل حوارنا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الاتحاد الخماسي الحديث من يعني من وجهه نظري انا المتواضعه من انجح الاتحادات اللي نجحت السنه دي والسنين اللي فاتت منذ تولي المسؤوليه في امور كبيره جدا حطت الدوله المصريه في اللعبه دي قدام كتير. والجميل ان رئيس الاتحاد مهندس شريف عليان ايضا امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه، فهو راجل نقل تنظيمه وشغله في هذا الاتحاد نقله اللجنه الاولمبيه، ينقصنا بس التوفيق لبعثتنا ان شاء الله في طوكيو. اجي لحضرتك استاذ محمد، مهندس شريف جالك قال لك انا عملت اتصالات اشتغلت جبت لك ثلاث بطولات عالم منهم بطوله رحلت من السنه اللي فاتت جت السنه دي، وبطوله يعني بيلاروسيا اعتذرت او تم سحبها من بيلاروسيا جت مصر، وبطوله كانت سكادولد اصلا موجوده السنه دي. خدت الثلاث ايفنت دول في وقت انت عندك كمان ثلاث شهور بطوله عالم، عملت ايه بقى عشان تجيب كل سبونسر اللي احنا شايفينهم دول؟ انت عندك سنه كورونا قبلها الدنيا كلها نايمه طبعا تمام، وعقود لازم تتجدد، وعقود اتعملت لازم تترحل علشان تدي حقوق الناس، وعندك السنه بدات طبعا، وعندك ثلاثه ايفنت عالميين منهم اثنين كانوا مؤكدين واحد ظهر لك بعد هو لا هو مش بعد ثلاث شهور هو المين للكواليفيكيشن، ثلاثه هيقفوا على البوديوم يطلعوا على طوكيو على طول تمام. طيب انا هحط حضرتك مكان السبونسر، انا جاي اخد منك 10 جنيه وقلت لك هديك الحته دي والحته دي بال 10 جنيه تمام كده. طيب جيت بعدها وقلت لك هاخد منك 12 جنيه وهديك الحته دي والحته دي والحته دي ومعهم الاثنين اللي هناك دول، فانت عملت ايه؟ انت خدت القماشه نفسها وفصلتها واديت بنفيت زياده للعميل نفسه اللي هينزل سبونسر معاك في الايفنت، فبدل ما كان هيبقى راعي لبطولتين هيبقى راعي لثلاثه تمام، وبدل ما كان هياخد السوكسي مره واحده او مرتين هاخدها ثلاث مرات تمام، وبتزود عليه. اللي حصل ومهندس شريف يعني شاهد على الكلام ده ان الراعي بتاع احمد اسامه الجندي مثلا يعني هو راجل من رجال البيزنس مان الكبار اللي موجودين في البلد تمام، احمد الجندي احمد الجندي تمام، هو ما كانش في دماغه ان هو يسافر الاولمبيكس تمام. بعد ما احمد جاب البديل قال كلمني بعدها بدي جاد انا عايز اطلع طوكيو دلوقتي، وبكلم مهندس شريف بقول له انا عارف انه مستعجل، مهندس شريف بيقول لي طب اعملها ازاي دي؟ عشان يطلع طوكيو هو عارف انه مينيمم 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 لازم يحط ربع مليون جنيه
هو شخصيا سيبك بقى من ان هو يكافئ احمد ازاي او فانت وجوده في طوكيو ربع مليون جنيه تكلفته أيوه بس تكلفته بس فحضرتك متخيل ان نتيجه احمد حركت الراجل بغض النظر عن هو مين او مين او صاحب ايه او بتاع هيصرف كام بدين من غير ما يفكر لمجرد انه يبقى موجود ورا الولد اللي هو بيسبورته خلال سنتين فاتوا. فهي فكرة ان انت ازاي تقدر توصل المنفعة الحقيقية للشركة تمام بالرقم اللي انت عايزه. انت عندك خبره كده في التسويق صح يعني ولا ده هوايه ولا ايه؟ وقول لي الدنيا. انا تربيه اكبر 3 مدارس من 5 في العالم في التسويق فعلا يعني اكبر 3 من 5 شركات اشتغلت بره مصر ولا 2 اف ام سي جي مياغازيه. ايوه انا عارف انا فاهم. انت واخد بالك كويس. لا ما شاء الله عليه. لا بص خدت بالك انا مش خايف نربط في حاجه. لا هو واخد باله. 2 اف ام سي جي مياغازيه بيقطعوا بعض في امريكا والثالثه شركه كوميونيكيشن هي رقم 1 في العالم وفي انجلترا. تمام. تمست فيها وتعلمت كل حاجه. انا 15 سنه تربيت الناس دي فانا فاهم كويس قوي يعني ايه بزنس بلان، يعني ايه ماركتنج استراتيجي، يعني ايه ريسك. انت ممكن لازم يبقى في عندك ريسك، لازم يبقى عندك برسنتج اوف هيلثي كوربشن موجود. انت مقتنع تماما ان حته فساد لازم تتعمل كده علشان خاطر تبقى مفيده للمنظومه اللي حواليك سواء كان ده او ده او ده. الكلام ده كله احنا اتربينا عليه. كل ده درست وفهمت وعرفت ايه وضعه. طب وخليني برضه اقول انه طبعا انت ما بتسوقش كره قدم. لا ما دي الاصعب بقى. ايوه صح ولا انا غلطت؟ طبعا انت بتسوق العاب يعني انت بتنتزع المشاهد نزعا زي ما بيقولوا. فالموضوع صعب. يعني طب انت ده ما خلاكش في لحظه تقول يا عم انا ايه ما لا خالص. انا بحب كده. انا بحب كده. وبعدين هقول لك حاجه. في 2004 انا بقى صار تايكوندو. انا اصلا لعيب تايكوندو 25 سنه. بطلت تايكوندو 2011 وبعدين بقيت عضو مجلس اداره الاتحاد المصري تايكوندو 2012 وبعدين لقيت هيد اوف ماركتنج دايركت الاتحاد الافريقي للتايكوندو 2014 لحد دلوقتي. وبعدين سافرت منحه كوريا الجنوبيه سنه ودرست يعني هناك في الاتحاد الدولي. انت مش انا في الفيلد مش بعيد عنه. تمام. ف 2004 اللي حصل كالتالي ان مصر كلها فوجئت بفاينلز تايكوندو ومراكمه ومصارعه واحنا انا كنت فاكر كويس اصلا انا كنت في الساحل. تمام. ان الساحل ومارينا دي كلها الناس قاعده كلها في الكافيهات مستنيه ماتش كرم جابر عشان مستنيه ماتش تامر صلاح. طب يا جماعه انت الشعب المصري عاطفي بطبعه. تمام. فانت وصل له واحد لعالميه الناس تتفرج عليه. 2004 اهي. ايوه المنظر ده. المنظر ده كان بفلوس. هي الكارثه بقى اللي حصلت بعد 2004 ايه اللي حصل بقى؟ ان شركات الاستراتيجي بتاعتها ما اتغيرتش من زمان. الماركتنج محطوط والاستراتيجي محطوطه والسبونسرنج محطوط والكلام ده كله. ما كانش في سبونسر لدور. فاللي حصل ايه؟ ان الشركات لمت الحمل كله على مين؟ على دول. بس لمته غلط. لان ما ينفعش ما يبقاش فيه خالص ومره واحده يبقى في قد كده. لازم الكلام يبقى بالتدريج ومستمر. مو مستمر بالظبط زي ما انت شايف عشان ناخد نتيجه بالظبط. انما لو انت انا معيش خالص مره واحده اديتني مليون جنيه هصرفه 5 دقايق وهو ده اللي حصل. طب السبونسر اللي شفناهم الكبير اللي حجم الاعلانات الكتيره في بطوله العالم 60% الاتحاد الدولي. ودي حاجه كويسه جدا انها بتدي مسج للشركات العالميه اللي موجوده في مصر ان دي شركات عالميه بترعى الكيان العالمي فانتوا ارعوا. و40% اتحاد مصر صح كده؟ مظبوط. طب وكم دوله نقلوا المباراه؟ نقلوا او الايفنتات كلها؟ كتير. مش ما عنديش الرقم بالظبط انما كتير الحقيقه. من ضمن الشروط انك انت تاخد البطوله ان في اشاره الدوليه خلاص اوكي لان الاتحاد الدولي عنده عقود هو كمان. صحيح. فمش انت وانت بتاخد البطوله او بتعمل بيدنج ليها انت عارف كل الشروط. فانت موافق على الشروط. فبنمضي على بيدنج دوكيمنت احنا كمصر وكدوله وكاتحاد وكلجنه اولمبيه وكوزاره الشباب والرياضه على هي دي الشروط اللي احنا موافقين عليها لاستضافه هذه البطوله. تمام. فهو ليه حقوق الاتحاد الدولي، الاتحاد المصري ليه حقوق، خلاص دولتنا ليها حق برضه في كذا حاجه. فيعني الدنيا واضحه وصريحه، الرولز تحترم بين الجميع وده بيؤدي لنجاحها. طب باشمهندس انا عايز اسال حضرتك سؤال. موضوع الاعلام الاولمبي يعني احنا دايما بيبقى ضحكت انت يا استاذ محمد وناس كتير بتقول اللعيبه يعني هي مش المره دي باشمهندس في كده بقاله 12 سنه انا عارف وعارف ان يعني احنا الناس قاعده قدام الشاشه دلوقتي اكيد مين يا ترى اللي هيشيل العلم الاولمبي بتحدد العلم المصري. العلم المصري طبعا. العلم المصري في الاولمبي. العلم المصري في الاولمبياد. ايه الشروط اللي بتتحط عشان تسلكت واحد او تختار واحد تقول ده اللي هيشيل علم مصر في الاولمبياد؟ انا هقول لك بامانه لا يوجد كرايتيريا واضحه
خلاص او كريتيريا مكتوبه لدى اللجنه الاولمبيه المصريه، حتى تاريخه خلاص بتقول اللي هيشيل العلم 1 2 3 4 ينطبق عليه كذا كذا كذا. اللي في منطق وراه وفي عدم منطق وراه. كان تسل يعني جرى العرف خلاص ان اللجنه الاولمبيه المصريه هي اللي بتقرر، بتيجي قبل كل الاولمبياد تشوف ايه اللي حصل في الاولمبياد اللي قبلها، هل حد حقق حاجه او مين ابطالنا اللي يستحقوا خلاص حد حقق في بطولات عالم او 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 ويستحق ان هو يكون الافضل رياضيا في مصر اللي يستحق ان هو يشيل، وهو ده اللي بيدوا له شرف ان هو يشيل العلم في حفل احمد الاحمر اللي شالها الدوري. احمد الاحمر احمد الاحمر وكان في تصويت على فكره في اللجنه الاولمبيه على احمد الاحمر وعلى ابو القاسم تمام، وانقسمنا كلجنه حتى مين اللي يشيل. الاثنين يستحقوا، ما اقدرش اقول لك غير كده يعني. حضرتك قلت ان في منطق لده وفي منطق لده، في منطق لعدم كده كده اللوائح خلاص بتقول ايه لل 206 دوله قبل حفل الافتتاح ب 72 ساعه لازم كل دوله تبعت اسم الشخص والسي في بتاعه بالكامل. ليه؟ عشان جميع المذيعين بتوع كل الدول هما بيذيعوا قدامك الليستة، فانت كل ما هيظهر قدامك دوله انت عارف تاريخ الشخص ده ومين وليه اختار وهكذا تمام. فدي مهم، فاحنا ما بداناش نتكلم في الحته دي. رئيس البعثه مهندس هشام حطب عندك لغايه يوم 20 عندك عندك بالظبط، عندك لغايه يوم 20 عشان تقدم الديدلاين، تقدم هذه الورقه خلاص. في مرشحين لغايه الكواليس كده، في مرشحين إيه؟ في مرشحين لكده ليه ما كلمناش في الموضوع لغايه دلوقتي؟ لان عندنا يوم 4 يوليا لسه النهائيه اللي نبعتها. نعم هل صح ممكن حد يخرج. هديك مثال هديك مثال بسيط يعني كره القدم عندها يوم 2 يوليا اخر ميعاد تبعت لسه النهائيه للاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي يبعت لنا واحنا نكنفرها ونبعت لحد يوم 4 نقول كونفيرم خلاص. كنا مستنيين لان ممكن محمد صلاح يبقى فيها خلاص. هل محمد صلاح موجود؟ اكيد من واحد المرشحين. صحيح تمام. نفس الحاجه في السباحه، في العاب القوه، في الخماس، احنا في الاخر لما لازم نخلص يوم 4 بيقفل هنقول والله ادي بس ادي 134 او 135 لاعب ولاعيبه نشوف مين هيشيل، مين فيهم يستحق. عندنا 5 6 10 لعيبه، طيب مين يستحق اكتر؟ هنتكلم وهنتناقش خلاص، وفي الاخر ده ايمج بتاع دوله. صحيح خلاص. فيهمنا ان يبقى بنوصل ايمج بشكل رائع، اللي هيشيل ده شخص يستحق اولا، ثم يعرف يتكلم انه هيطلع في اعلام وهيسالوه، وفي الاخر ده شرف. احنا بندي ده يعني شرف. كم واحد شال علم مصر وما في شرف حمل طبعا علم مصر في الدوره الاولمبيه، باشمهندس شريف الاعلامي رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وامين عام اللجنه الاولمبيه المصريه. الحقيقه انا بشكرك شكرا جزيلا على لقائك ده. الله يخليك، شكرا قوي، والوقت جري الحقيقه، ودايما بنتعلم من حضرتك الجديد. لا الله يخليك، الله يخليك. بنشكر طبعا استاذ محمد جاد مدير التسويق في الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والحقيقه استمتعنا جدا بكلامك في التسويق، وهيجيب لنا اللقاء برضو نعرف ازاي نستفاد من خبراتك بعد الهوا ان شاء الله. ونبني النادي الاهلي على فكره. طب والله حقيقي انا تحت امرك طبعا طبعا. حضرتك تنورنا وتشرفنا اي وقت يا استاذ. انا بس قبل ما حضرتك تختم اتفضل يا شطس. احنا كلنا منظومه واحده، يعني الأندية اللي ليه عندها أبطال خلاص مكملة لجهاز الرياضة العسكري وجهاز الشرطة واللجنة الأولمبية والاتحادات خلاص أوكي، ووزارة الشباب والرياضة، كلنا لما نتعاون مع بعضينا هنطلع منتج جيد. إنما لو في حد بيتخانق أو بيحاول ياخد اللقطة من التاني ملهاش معنى، مين بذل مجهود أكتر ما تفرقش. إحنا في الآخر كلنا خلاص بنبذل ده عشان تارجت معين خلاص. لما يتحقق بقى خلاص نبقى نقول بقى كلنا انجزنا، مين انجز اكتر، دي مش دي القضيه. انما في الاخر انا حتى بقول للاعيبتي، بقول للاعيبتي خد بالك انت كلنا عوامل مساعده، انما في الاخر الحمل عليك انت بنسبه 80%، انت اللي بتادي في الملعب. صحيح كلام محترم وبشكرك شكرا جزيلا باشمهندس شريف. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا النهارده، والحديث لسه مكملين ان شاء الله عن الدوره الاولمبيه. كل التوفيق لابطالنا اللي هيشاركوا في الدوره الاولمبيه القادمه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع الابطال.